الفرس اخباره ضعيف ولا قوي؟ لا بيبقى ضعيف. ايه السبب؟ لان كل الدم بيروح للون فبيزود يعني بيزود الدم اللي راح للون، فبالتالي الدم اللي هيطلع من الليفت فينتريكل هيبقى قليل، فبالتالي البلس هيبقى ضعيف. تمام. والعكس في الاكسبيريشن الدم معظمه بيروح لل. طيب هسالك اخر سؤال في الحته دي واشكرك جدا يا محمد. سبليتنج اوف هارت سيلز فيسيولوجيكال سبليتنج ممكن تشرحه لي؟ في سبليتنج بيبان جدا في السكند هارت ساوند وبالاخص عند البلموناري اريا، ده بسبب ان الاورتيك فالف بيقفل قبل البلموناري فالف. تمام. ده بسبب الليفت فنتريكال بريشر بيبقى اعلى من الرايت فنتريكال بريشر. تمام. فبالتالي الليفت فنتريكال هيخلص كونتراكشن قبل الرايت فنتريكال. والرايت فنتريكال كمان قدرته كبامب اضعف، فبيبقى البلموناري فالف موارب يعني مش كلوزد قوي. الكلام ده سبليتنج لمين؟ سكند ولا فيرست هارت ساوند؟ لا ده سكند. في سبليتنج في الفيرست بس عشان هو لو بيتش فمبيبقاش باين جدا فبيحصل ميرجنج لل. كلام جميل. الثيرد هارت ساوند نورمالي ممكن تبان في واحد طبيعي؟ هي ممكن تبان في تشيلدرن او سيم بيرسون. تمام. لكن في حالات الهارت فيلير ممكن تبان. يقول له كل الساوندز بيبانوا في الفونوكارديوجرام. صح. طب والثيرد هارت ساوند تمثل ايه؟ بتبقى في الرابيد فيلينج فيز. وتبان في انهي مرحله؟ انت قلت رابيد فيلينج اللي هو فيز 7. طب بالنسبه للفورس هارت ساوند يا ترى يبان فين؟ ده بيبقى يعني يبان في انهي فيز؟ الاتنس الصوت. صح. وده نورمالي؟ لا ده لو سمعته بالسماعه بيبقى اب نورمالي، بيبقى بسبب مثلا ترايكاسبيد او مايترال سينوس. سؤال مهم جدا يا محمد عايز نقوله، هل البلس انت بتحس الدم اللي ماشي في الارتري؟ لا انا بحس البلس ويف نفسها. تمام. ليه ما بتحسش الدم اللي ماشي في الارتري؟ لان الدم اساسا ماشي بسرعه اقل جدا من سرعه تقريبا جدا. سرعته كام؟ اعلى سرعه ليه بتبقى 50 سم في ال 5. صح. نص متر. تمام. طب وسرعه الويف بتبقى قد ايه؟ هي بتبقى عباره من 4 ل 8 في اللارج اوتري، كل ما اروح بريفري او سمول بتبقى 16 متر في الثانيه. بشكرك جدا يا محمد.